مرحبا بكم مشاهدي قناة شوف تيفي في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم سولوا الناس. اليوم أمس تم تعيين وزير الشباب والرياضة السي محند العنصر قال وزير على هذا القطاع هذا. نزلنا اليوم الشارع المغربي وسولنا المواطنين واش كيبان لكم محند العنصر وزير كفء ومكان المناسب ليه هو وزارة الشباب والرياضة. نتابعوا جميع ردة الشارع المغربي. السي العنصر نورمالمون راجل كبير وديرو في الرياضه ما عنده حتى شي. حنا انا كمواطن مغربي ما عمرني سمعت عليه شي لقب رياضي ولا شي حاجه كبيره ما عندوش مع الرياضه. بحال دابا وزاره الرياضه خاصها يعطيوها للشباب، الشباب اللي ديجا عندهم بالمارس ديالهم عامر بالالقاب ورياضيين. كاينين شباب بزاف، كاينين مدربين، كاينين لعابه، كاينين لعابه هزوا الدرابو المغرب، هادو يستاهلوا يكونوا وزراء الرياضه اذا كانوا عندهم لي كومبيتونس ديال هذا المنصب. باغ كونتخ محمد العنصر داكشي راجل كبير، ما شحال كاع الله يقبلنا في طاعه الله، شحال كاع زعما كيعطي للرياضه، اش غيجيب جديد الرياضه؟ هو ديجا ما عندوش علاقه بالرياضه. وزير عنده 75 سنه، كانوا يديروا شي واحد شاب بحال دابا مثلا دول متقدمه بحال المانيا اللي كدير لعاب او واحد عنده علاقه مع الرياضه، ماشي واحد لا علاقه له مع الرياضه من السياسه، حيت بحال دخلوا السياسه مع الرياضه. يعني كانوا يديروا شي شاب ولا شي واحد عنده مع كره مع الرياضه بصفه عامه، لاعب قديم في اي رياضه، ما يديروش واحد عنده علاقه مع السياسه وعنده واحد لا علاقه بين السياسه وبالرياضه. 70 سنه ويدخل الوزاره والشاب ضايع واقف في الزنقه، الشبان ناعسين في الزناقي في التروطوار، حشومه عليهم. لا، الشباب هما اللي خصهم يخدموا وينقيو هاد البلاد ويصوبوها، راه تكرفست ما بقاتش بحال اللي كانت، عمروها بنادم اللي ما مزيانش. اي ولدي الله يدير لكم في الضيق طريق، نتوما الشباب ضايعين. الا ما خصكمش تضيعوا، خصكم تخدموا والشارفين يبركوا شويه يرتاحوا، راه كبروا. بالنسبه لهذا الحاله اللي هو محمد العنصر من نيت نفس الحزب ديال الحركه الشعبيه اللي كان فيها محمد اوزين، يعني هنا من بعد ما تم الاعفاء ديال اوزين على حساب الفضيحه ديال ملعب الكراطه، اللي كان خذا البوست نيت هو العنصر، يعني هنا فيها حسابات سياسيه. ممكن نقول بان في حسابات سياسيه العنصر كان خذا وزاره التعمير اللي فعلا ما كاينش عندها واحد لو بوانيت واحد الوزن اللي هو ثقيل، لان تفرقات على الاسكان اللي خداها محمد نبيل بن عبد الله. يعني شنو غادي نقول لك، فيها حسابات سياسيه بزاف. وزاره الشباب يعني كان فيها بزاف ما يدار اكثر من وزاره التعمير، لان وزاره التعمير مهمشه في ظل اعطاء وزاره الاسكان لمحمد نبيل بن عبد الله. انا هذا هو الراي ديالي خصوصا في هذه الظروف. الكلمه التي قلتي للاخ بان الشباب عندهم حنكه وتجربه، وهو كعضو يقدر يستشاروا به، ناخذوا بالراي ديالو، ولكن باش ياخذ الشباب لا علاقه له هو بالرياضه وبالحركه بالنضال ديال الحزب، النضال ديال السياسي، متفق معك، ولكن فيما الرياضه انه كنقول بعيد كل البعد على الرياضه. خاص فرصه تعطى للشباب لهذا المنصب ديال وزير الشباب والرياضه، غادي يكون قريب من الشباب، غادي يفهم المتطلبات ديالهم وداك الشيء. ولكن انا بالنسبه لي تيبان لي هذا لاج هذا، حيت هو كان مر من هذه المرحله ديال الشباب، مر من الشباب القديم، وديك الساعه كان يقدر يكون كان هو في عهد الاستعمار وداك الشيء، يقدروا يبانوا لي شي حوايج ما كانوش يبانوا لنا دابا حاليا هنا، فهمتي؟ الرياضه لا تقاس بالسن، الخبره هي اللي كتحكم. هذا السيد إذا كان عنده كفاءة وعنده تجربة قديمة ياك، غادي يعطي نتائج فعالية للرياضة. أما إذا كان متطفي ناقص خبرة ما غادي يعرف والو. هذا هو الاشتياق ديالي. إن شاء الله حنا كنتمناو يدير شي حاجة مزيانة لينا حنا للشباب والرياضة والجميع، أي حاجة كتعلق بالدراري وبالرياضة وبكلشي. حنا بغينا المهم عندنا حنا ونستافدوا منه. حنا المهم كيتبدل وما كنستافدوا والو. كيبقى بنادم كيتبدل كل اربع سنين ولا كل عامين على حساب المده، ولكن والو ما كاين حتى تغيير، ما كاين حتى استفاده. ما هو حنا اللي كنتمناو هو حنا نشوفوا العمل، اما هذا الشيء ديال التبدال، كاين بنادم راه كل واحد الكومبيتونس ديالو، كل واحد وكيفاش كيتعامل مع، خاصو يكون هو راه طبيعي انه يكون مؤهل باش يكون وزير. حنا ما كنشوفوش هو الصيفه ديالو، حنا كنشوفوا باش يفيدنا. انا هو خاصو الشباب، المناصب مع الشباب، هو السيد وزير العنصر
انه هو داز جميع المناصب وكاين تجربه، ولكن ما طلبنا يكونوا الشباب في هذاك المناصب. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي، كيف ما تابعتوا معنا كانت هذه اراء المواطنين حول التعيين الجديد لوزير الشباب والرياضه محمد العنصر. مشاهدينا كانت الاراء مختلفه للمواطنين، على امل لقياكم في حلقه جديده من نفس البرنامج. نسولوا الناس، الى اللقاء. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتوا تشوفوا شاشه شوف تيفي، ان سامبل كليك في هذا لو بوتون، وما فيها باس الا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.